أهلا بيك يا بطل في المحاضرة التالتة معانا على المنصة. أول، ثاني، كمان واحد، ثالث، رابع، كمان واحد، خامس، سادس، كمان واحد، سابع. خلاص؟ أمال حضرتك فاكر إيه يا حبيبي؟ مفيش حاجة اسمها أنا دخلت المسابقة طلعت السالب ثلاثة، عملتها إزاي دي؟ كيف أنت يعني عاوز تبوظ شرع ربنا؟ لو كان الأمر أمري، لو كان في شيء في يدي. تقول لك أنا قعدت ربع ساعة أحل المسألة عشان بدأ المسألة بـ 4×4×8. يخرب بيت دماغك، هو ده فيروس منتشر. حموكشة بقى عجبته اللعبة. فعمه خالد قام عامل له ايه؟ غلط. فالولد قام قايل له ايه غلط بقى؟ قال لي يا مستر ما غريبه بقى، ما انت كده بتتكلم غلط. قلت له انا يا حماده بتكلم غلط؟ قال لي يا مستر انت بتتكلم غلط. يا نهار ابيض، لا تكون كسريه ولا تكون سالبه ولا تساوي الصفر. الله، وانا مالي يا لين؟ قال لي يا مستر قابل المستر ده أيه. احتمال وجود الالكترون ماله يقل. طبعا انا عارف انك هتقطعها برضو وتعملني وانا بعوم كده بقى، ما هو كل شويه واحد بقى يقطعنا ويبهدلنا. هل الالكترونات بتلف كده ولا بتلف كده ولا واحد كده وواحد كده؟ فلما تيجي تبص ونكلم الطالب عن القمر، ها نتكلم عن مين؟ عن القمر.